أعلن وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب رئيس اللجنة الدائمة للاحتفال بالأعياد والمناسبات الوطنية محمد الجبري بدء الاستعدادات للفعاليات والتغطيات الإعلامية للعودة الميمونة لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه من الولايات المتحدة الأمريكية بعد رحلة علاج كان من ضمنها فترة علاج. وقال الجبري عقب اجتماع اللجنة اليوم أن خطة الفعاليات روعي فيها أن تكون معبرة عن فرحة أهل الكويت والمقيمين على أرضها بعودة والد الجميع وقائد مسيرتنا حفظه الله ورعاه بعد أن من الله تعالى عليه بموفور الصحة وتمام العافية. وتم خلال الاجتماع الذي حضره أيضا أمين سر اللجنة الدائمة للاحتفال بالأعياد والمناسبات الوطنية الشيخ أمثال أحمد الجابر الصباح والأعضاء التجديد على وجوب الإعداد الملائم للاحتفالات بالأعياد الوطنية التاسع والخمسين وعيد التحرير 29 وعيد الجلوس 14 بما يعبر عن فرحة الشعب الكويتي بهذه المناسبات الغالية. وتناولت اللجنة كذلك عددا من الأفكار والاقتراحات التي تهدف إلى إنجاحها على أكمل وجه وتعبر عن الهوية الوطنية وترسخ قيم الولاء والانتماء للوطن والقيادة السياسية العليا حفظهم الله ورعاهما.